مرضى خايبه ديال الحساسيه. الطبيب منعني باش نبقى هنا شي 20 يوم وانا كنتبع الدواء، وكنت غير كنجي وكنمشي، ولكن دابا قررت غادي نستقر هنا في مره، غادي صافي طلقت الكره ديالي، جبت حوايجي هنا، غادي نفرج هنا وغادي نعيش هنا معاهم حتى نشوف، حتى نصفوني، ما غاديش نتحرك من هنا حتى نصفوني. البكوري فوزيه بتاقليم تاونات جماعات خلالفه، الطالبه بكليه الحقوق ظهر مهراز فاس، السلك ديال الاجازه. انا كنحتاج هنا على واحد القرار صدرته اداره كليه الحقوق في حقي، كان القرار الاول في 2018 والقرار الثاني في 2022. كتعقد الاداره ديال كليه الحقوق واحد المجلس تاديبي، وغادي يقوموا بالعرض ديال وغادي يقوموا بواحد الخرق قانوني، اللي هو انه غادي ينعقد هذا المجلس، ما غنكونش انا حاضره وبدون العلم ديالي، وغادي يتم التوقيف ديالي والغاء النقطه ديالي. في 2018 كان في 2018 غادي يعقدوا لاول مره، غادي يعقدوا واحد المجلس وغادي يدوزوني وانا ما كايناش، بحكم كانت التهمه ديال الغش، كانت النازله هو انه حصول ورقتين تحمل نفس الرمز ديال ساعه الامتحان معي، علما انني قدمت في نصف الساعه قبل نصف الساعه الاولى الطلب لاحد الاساتذه المكلفين بالحراسه، حكيت له على الظرفيه ديالي انني خصني نخرج للمرحاض، وغادي يوافقني من بعد ما حكيت له على المعاناه المرضيه ديالي، لانني كنستعمل الدواء ديال الهرمونات، وهادشي عندي ملف طبي اللي كيثبت هادشي. غادي يوافق، وغادي يرسل معايا واحد الطالبه ديال الدكتوره، خرجت معايا في قبل نصف الساعه الاولى، رفقتني للمرحاض. من بعد الرجوع ديالي كيحتاج واحد الطالب من الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، غادي يحط واحد التساؤل، واش من حق الطالبه انها تخرج قبل نصف الساعه الاولى من الامتحان. من بعد مرور واحد الوقت وجيز، غادي يجي واحد الاستاذ خارج اللجنه ديال الحراسه، وغادي يقوم بانتزاع الورقه ديال الامتحان ديالي، وغادي يطلب مني نعاود الكتابه. من بعد ما عاود صافي دازت الامور في حاله جيده، اذا بي انني كنتفاجئ من بعد النهايه ديال الامتحانات انني في حاله غش، وتم التوقيف ديالي، وكانت النازله باش انهم غادي يحلوا الحاله ديال الغش هو انه وجود ورقتين تحملان نفس الرمز ديال ساعه الامتحان معي، علما اننا حنا في 2018 علما حنا اننا في 2018 كنا كندوزوا الامتحان بدون فاصل زمني، وكندوزوا جوج ديال المواد، كنت كندوز التزامات العقود والتجاري، يعني انا من حقي نهوز ورقه ولا جوج ولا ثلاثه. هذا راه كان استهداف ليا، ان الا كانت الطالبه حصلت على ورقه عندها نفس الرمز ديال ساعه الامتحان، الا كانوا هما اعتبروا هذه حاله غش، اذا هنا شكون المسؤول على تسريب اوراق الامتحانات؟ هنا كنحط انا التساؤل، شكون المسؤول على تسريب اوراق الامتحانات؟ علما ان الورقه ديال الامتحانات كانت ديالي. كيف ما قلت لكم اننا حنا كندوزو بدون فاصل زمني، يعني بدون ديكالاج، ما عندناش، عندي كندوز جوج ديال المواد، ومن طبيعه الحال انني غادي نهوز اوراق حامله نفس الرمز ديال الساعه ديال الامتحان. غادي يدوزوني في واحد المجلس، وغادي يتم الالغاء ديال النقاط ديالي، وغادي يتم التوقيف ديالي. اللحظه اللي كنلتجئ رئاسه الجامعه، غادي اللحظه اللي غادي التجئ رئاسه الجامعه، غادي تفهموا معايا انهم غادي يحلوا لي المشكل، وخلوني المهم خلوني حتى داز الاجل القانوني، وقالوا لي صافي ما عندنا ما نديروا لك، صافي ما لقيت ما ندير، ما التجاش للقضاء، لان كان دازني الاجل القانوني. ولكن الكارثه العظمى هي في 2022، غادي نقدم واحد الطلب لاداره كليه الحقوق باش يتم الموافقه على احد الطلبه بالمرافقه ديالي في الامتحانات، علما انني انا في كل امتحان انا اللي كنقلب على المرافق اللي كيرافقني في الامتحانات، كنقدم شهاده طبيه ديالي اللي كتثبت بانني عجزه على الكتابه، صافي كيوافقوا لي. الا انني في 2022 من بعد ما قدمت الطلب ديالي تم الموافقه على الكتابه، واش عندك شي مشكل؟ عندي مشكل ديال التوتر، ما كنقدرش نكتب بزربه، خصوصا ملي كيكون واحد الموضوع كنكتب، ولكن ملي كيكون الموضوع طويل ولا هذاك ما كنقدرش، لان عندي مشكل ديال التوتر، ما كنقدرش نكتب بزربه. وافقت لي الاداره على الطالب،
دخلت سندوز الامتحانات عادي بشكل عادي، ولكن للاسف عند النهايه ديال الحصه، عند نهايه الحصه غادي نتفاجئ بان الطالب، حتى حطيت الورقه ديالي، غنتفاجئ بان الطالب مسجل بالكليتين، كليه الحقوق وكليه الاداب. ولكن هنا للاسف انني كنحمل المسؤوليه لاداره كليه الحقوق، لان هي اللي ما قامتش بالمسؤوليه ديالها وما قامتش بالواجب ديالها، لان كما كنعرفوا حنا بان القانون الاداري كيتميز على القوانين الاخرى بالبحث، ولكن للاسف كليه الحقوق ما دارتش البحث ديالها وما تحرتش على الطالب. والكارثه هو ان ما عرفاش كيف غادي يكيف الحاله ديالي، اذا بهم انني غيحملوني انا المسؤوليه ديال الخطا ديالهم، وغادي يدوزوني في واحد المجلس تاديبي، وغادي يتم الالغاء ديال النقاط ديالي، التوقيف ديالي. هاد الشيء هو اللي خلاني ان نحتاج ونخوض هاد الاعتصام من امام رئاسه جامعه سيدي محمد بن عبد الله، من بعد ما التجأت للقضاء. سؤال قبل ما ديري الاعتصام هنايا، تواصلتي مع الجامعه؟ تواصلت. شنو المخرجات ديال هاد التواصل؟ تواصلت مع السيد رئيس الجامعه السيد مصطفى ايجعلي، وكان وعدني بانه غادي يحل لي المشكل، ولكن للاسف ما كانش شي حل. علما انني انا راني التجأت للقضاء، ولكن للاسف حكمت لي المحكمه بعدم قبول الطلب، لانني رفعت الدعوه خارج الاجل القانوني. فلهذا قررت انني غادي نخوض هذا الاعتصام، غادي اعتصام مفتوح امام رئاسه جامعه سيدي محمد بن عبد الله. وكيف ما قلت لكم، هذا راه خطا اداري، انا ما يمكنليش نتحمل المسؤوليه ديال الخطا ديال الاداره، هذا راه خطا ديال الاداره. الاداره ما عرفتش اول حاجه تكيف الوضعيه ديالي، ثاني حاجه الاداره هي المسؤوله، هي اللي ما بحثتش على الطالب وما تاكدتش منه، علما انني عطيتهم التوصيل ديال الطالب والشهاده الطبيه ديالي باربع ايام قبل الامتحانات. كان بامكانهم انهم غيطبيو الرقم ديال لاكارت ناسيونال ديال الطالب، وغادي يشوفوا هذا الطالب واش من حقه، واش فيه الصفات انه باش يرافق الطالبه ولا انه ما فيهش. يعني هذا خطا اداري، الاداره ما قامتش بالمسؤوليه ديالها، فلهذا ما يمكنش الاداره غتحملني المسؤوليه ديال الخطا ديالها انا، وكنحتاج على هذا القرار اللي صدراته في حقي. والكارثه هو اننا كنلقاو الاستاذ المشرف على قاعه الامتحانات، الامتحانات ما غايديرش بان راه كاينه حاله صغيش، كيدير لنا بان راه الشك، ربما الشك واش حنا اول ما قراونا بان الشك راه كيتفسر لصالح المتهم، وكنلقاو بان الاستاذ المشرف تعدى الصلاحيات ديالو، الاستاذ الدور ديالو هو المطابقه، انا عطيت السميه ديال الطالب اللي عطيت سميتو هو اللي رافقني، اذا بينا كنلقاو ان الاستاذ كيدير دور المراقبه على الاداره، ربما ان هذه كانت تصفيات حسابات من طرف الاستاذ مع الاداره ولا ما عرفت، علما ان الاستاذ اللي حرر هذا المحضر هذا انه هو كان رئيس الشعبه ديال القانون الخاص، وقدم الاستقاله ديالو. فلهذا هنا كنشوفوه بانه هو دار دور المراقبه، ولكن مع الاسف كنلقاو ان عندنا عميد كليه الحقوق السي محمد بوزلافه هو عضو في عده منظمات حقوقيه، ولكن للاسف هو رئيس المجلس التاديبي، ولكن للاسف كنلقاو انه اش غنقول لك، حرمنا من الحقوق ديالنا، وهو الدفاع ديالنا عن الانفس ديالنا. وهادشي اللي انا ضده، هذا علاش قررت انني غادي نخرج وغادي نحتاج على هذه النقطه الرئيسيه، وهو اننا حنا كطلبة راه من حقنا نحضروا في المجلس التأديبي، هذا راه حقنا قانوني، راه من حقنا نحضروا في المجلس التأديبي وندافعوا على الأنفس ديالنا. وشكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.